موضوع السيطرة وتحفيز الجسم على العطاء هو موضوع ذاتي، اللي بتحكم فيه اللي هو الشخص نفسه وطريقة التفكير والتصميم على عمل أي شيء. من ناحية عملية الجسم عنده قدرة هائلة، هاي القدرة مش مستغلة من جسمنا في الأعمال اللي بنكون فيها حاليا، بنكون مستغلين قدرة معينة، وهذا الحكي كمان بنطبق على الدماغ. قدرة الدماغ أكتر بكتير من القدرة اللي إحنا بنستخدمها، بس هي عملية التحفيز هي اللي بتأدي للوصول للقدرة أكبر على العمل. كأمثلة بسيطة خلينا نحكي لكم إياها. أول مثال إنه في حالة وجود خطر كبير عند أي شخص، فممكن يعمل حركات في الوضع الطبيعي ما بقدر يسويها، يعني ممكن يركض بسرعة أكثر من بكتير من السرعة اللي هو في الوضع الطبيعي بيركضها، ممكن يحمل شغلات أثقل بكتير من الشغلات اللي في الوضع الطبيعي ما بقدر يحملها. هذا ناتج على إنه عملية الخوف حفزت وبتحفز الجسم إنه ينطلق بسرعة أكبر، يتحدى ويعمل الأمور بطريقة أسرع. ففي هاي الحالة منلاقي حالنا بنعمل شغلات إحنا نفسنا كنا وما بنتوقع إنه نسويها. فهذا بيعتمد علينا إحنا كيف بنحفز الله، يعني هو كان الخوف عنصر خارجي، بس الرياكشن أو طبيعة كيف إحنا بنتعامل مع الخوف هذا بيعتمد علينا. في ناس مع الخوف بيوقفوا حركاتهم بتنشل، في ناس مع الخوف ربنا بعطيهم طاقة كبيرة والجسم بعطيهم طاقة كبيرة بحيث يقدروا يعملوا شغلات أكبر من الشغلات التانية اللي في الوضع الطبيعي. فالموضوع هو موضوع ذاتي، إحنا مسيطرين على الوضع هذا.